السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم مقطع جديد لعبة الحياة في المحيط أو في البحار. خلونا نشتري أول شيء قبل اللي يروح علينا هذا. نحتاج البلو برنت صراحة في المقطع هذا، ونعطيه من هذه الجولد فيش كم حبة راح يحتاج. خلصت، ناقصنا لازم نكملها بشغلات ثانية. عندنا بيرك واجد أو بلوك، خلنا نعطيه بلوك. كملنا كذا تريد، ما راح اعطي زياده صراحه، ما تهمني علاقتي مع الاشياء اللي معه، ما راح احتاجها حاليا. يس، راح نعمل تطويرات واجد في خلينا نشوف هذا كم جمع. نشيل هذه نحتاجها، وهنا برضو نحتاج هذه. نتاكد برضو مره واحده، هنا لا اعطيته سمك، انا اعطي سمك هذا برضو، اعطي سمك كذا. نشوف ايش نوعه اللي جانا هذا، وش فيه كذا كانه دايخ فوق سمك وخس، وش سالفته هذا؟ يبي 15 موية بس. هذه وش هي؟ هل له ميزة؟ خلنا نشوف. عندي موية، give me time، خلنا نشوف نجرب. لا اطلع اطلع من القائمة هذه، وبعد شوي الخزان مليان موية عندنا كثير. وبيني وبينكم نحتاج شوية لأن كلهم مشغولين تقريبا، صفر ايدل زي ما انتم شايفين، ما في احد متوقف. خلنا نسحب من هذه شوي، نسحب نخليها 30، راح يشتغلون فيها وراح يعبونها، ما هي مشكلة. خلنا نطلع من هنا واحنا نعطيه، لعله عسى يكون عنده ميزة هذا. تعال تعال. اوكي، لوزز هانجر. الجوع يعني اقل، خسارته اقل ب9%، بس ايش الفايدة منه صراحة ما ادري. راح نمسكه شغلة، ما ادري صراحة، يمكن في ميزة الشخص كشخص نفسه، بس ما في ميزة على الفريق اللي معي او التيم اللي معي او الناس اللي معي في الجزيرة. خلنا نشوف في هناك شيء. خوينا ذاك اعتقد نفسه ما تغير. لاحظت شغلة، وانها لسه ما فتحت معي اللي هنا. اوكي، ممكن انا العب بحسابي ثاني فاختلفت عليه شغلات ثانية، فما هي مشكلة. خلونا نبدأ نسوي الشغلات اللي طورناها في اخر مرة، اللي هي تبع الطحن او شيء زي كذا، او المطحنة هذه اعتقد انها مطحنة، فلا بد يكون عندنا مكان خاص صراحة. لا الغي الغي اطلع. راح نسوي الزراعة وكل شيء في مكان واحد مثلا هنا، ونرتب الوضع. الزراعة صراحة تحتاج ترتيب أكثر من كذا، أنا إلى الآن ماني مقتنع. خلنا نعبي هذه ونبدأ نشيل منها كذا، إذا نشيل الأشياء اللي انزرعت ونحط. نحتاج نحتاج اللي هو بيوت الطيور عشان نسوي الشغلات هذه. بس خلونا نتأكد شغلة، نقدر نتوسع هنا؟ نعم نقدر نتوسع. نسوي كذا، كبر 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 كبر. راح نحتاج الصفة هذه لين هنا، وهنا برضو الصفة الثانية. الصفتين هذه ما راح نستفيد منها مرة لأن ليه صغيرة كذا ما أدري صراحة، لكن ما هي مشكلة. خلونا نكبر شوي هنا. نحتاج إضاءة صراحة عشان في الليل نعدل الشغلات هذه. خلونا نسوي لها ديلت. إذا سوينا ديلت بيكون هنا في صفة، وهنا في صفة، حلو، وهنا في صفة في الأخير وفي فراغ في النص. فلو قلنا نسوي لهذه الدلت ونسوي لهذه خليها صفتين، نسوي لهذه دلت بس خلنا نشيل اللي فيها، نسوي لها دلت بعدين أو مسح. خلونا نسوي الحين أحواض زراعة اللي هي هذه. كم راح تكلفنا؟ إيش المطلوب منها هي أصلا؟ رمل وخشب. رمل عندنا كفاية ولا راح نضطر نجي؟ عندنا 17 اعتقد انه ان شاء الله راح يكفي. F4 هو اختصاره، بس خلينا نجيبه من هنا عشان لا نجيب العيد في التسجيل. نسوي كذا، وهنا خلصنا صفة، وهنا راح نجيب صفة من هذه. في شي جانا؟ اي اوكي بايع جانا. لا 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 حط هذه، نحتاج رمل. اوكي ما هي مشكلة، خلونا نزرع هذه مثلا. نحتاج من الهيرب هذا، ونحتاج حطينا اوكي، نحط بذور، ما عندنا بذور، نسينا البذور. نحتاج
هذه راح نحط هنا، وهذه برضو، وهذه برضو نفس الشيء. فعندنا صفة كويسة. خلونا نروح نجيب رمل ونجيب نشوف هذا البايع ايش عنده. وفي شخص جاينا هنا، هتقول لي هذا دجاج وطاووس، ايش السالفة؟ ميل وورم في الذم، ما عندي اي شيء. جراب ذم، تمسكهم. وير ديد كام؟ اوكي خلينا ناخذ الصندوق هذا واتفاهم معكم. ار اون روم سايد، ما ادري صراحه، يقول لك هذه ما عندي اكلهم. امسكهم. جراب ذا تشيكن، جراب ذا بيكوك، هذا اعتقد ان الطاووس. تشيكن عندي تشيكن، راح امسك هذا. ساد كم باك واز تو فور يو اتس لاب وينك. اوكي مع نفسك، كم باك فيري ساد، مع نفسك اسحب عليه. المشكله ما عندي اكل، لازم اسوي اكل الطيور في المقطع هذا. راح نجهز كل شيء. انا اشوف شيء فوق هذه، وش هو؟ والله حاجه غريبه صراحه. خلونا يجي عند هذه، ما عنده شيء يستاهل، مع نفسك توكلي على الله. خلونا نسحب نيجي نشوف هنا وش وضع هذه اللي المفروض نزيدها. هذا المفروض نزيدها ونوديها عند الطيور هناك. خلونا نشوف هم قاعدين يحطونه في الصندوق هذا ولا لا. حطي، وين رايحة؟ رايحة تزرع. شيل السمكة اللي هنا، السمكة السمكة السمكة، وين راحت؟ اوكي خلت تولي. خلونا نشيل هذه وننقلها الجهة الثانية. في شيء جاي؟ ما في شيء يسوى. هذه نحتاجها صراحة، ونسوي لها مثلا نقل، بنوديها هناك. اوكي راح تكون في المكان هذا، نعمل لها روتيت كذا، وراح اح وينها؟ ايوه خليها هنا. نشيل هذه، نشيل هذه مرة واحدة في طريقنا. السرير هذا راح نغير مكانه، جيب السرير خليه جنب المستشفى هنا، وخله جنب، لا مش المستشفى، جنب المصلى. خلوه هنا. راح نضيف هنا كم وحدة، خلونا نقول مثلا وينها هي البيرد هذه. كذا. وراح نضيف ثانية بما انها تحتاج خشب فقط، هذه راح ننقلها شوي جنب. الجهة الثانية ايش فيها؟ الجهة الثانية اكبر تصدقون. خلينا نشيلها كذا كاملة. الستورج خله هنا، توكل على الله، انت ما حد فاضي لك. يلا الحين راح نخلي هنا مكان مثلا مخصص ل اللي هو للسيدز، ننتج سيدز عدد كويس. راح اخلي فراغ هنا عشان اجيب هذيك اللي هي نفس الليفل هذه متطوره، فننقلها مره واحده هنا. اوكي هذه جبناها، نركبها هنا. اوكي امورنا طيبه. هذه نقدر نلفلها، نشوف تحتاج بيري، وهذه يمدينا عاد عندنا بيري. طيب حلو حلو، ما هي مشكله. خلونا نشيل الاغراض اللي فيها السيدز، شيل السيد، شيل هذا بيخلص، شيله مرة واحدة. يلا كأنه أعطاني ثنتين لأنها متطور، كذا أعطانا واحدة، شكل واحد شال منها واحدة. أوكي قلنا حنا الإضاءة هنا، هذه عندنا شغلات. أيوة أيوة الإضاءة هنا، راح نوزع الإضاءة هنا مثلا واحدة. وين الإضاءة؟ أيوة واحدة هنا، نوزع هنا إضاءة برضو، هنا نحط واحدة، ونحط في الجهة الثانية واحدة، وبرضو هنا واحدة هنا، والأخيرة هنا نورنا المكان نوعا ما. فنحتاج نحط سيدز هنا، لسه نحتاج سيدز. هذول قاعدين ياخذون السيدز وورطونا. طيب هنا ايش راح نزرع قلنا؟ هذه كم عندنا؟ واحدة منها البيضة هذه عندنا هنا برضو. هذا البايع جانا، اعتقد انه فيه شخص هناك. هذه راح نخليها مثلا حق البيري، ما عندنا بيري. هذه برضو قمح، راح نحولها للتوت. وهذه كانت اللي هي قمح. دقيقة نحتاج رمل، نسينا نسوي رمل. دقيقة دقيقة، احنا نحتاج نطور شغلات واجد. راح علينا الصندوق هذا، وهذا اللي ما منه فايدة صراحة، بس ممكن الريش هذا راح نحتاجه في يوم من الايام.
اوكي في واحد حط خس هنا، هذه نفس هذاك فوق راسها. نو جود باي، ما راح استفيد منك لاني اخذت هذاك وطلع ما منه فايده مره. في صندوق هنا كويس شفناه، خلونا نحول هذا، نشيل اللي فيه ونحوله ساند، وراح نطور واحده فيهم اعتقد اللي نقدر نطورها. خلى ساند الثنتين، هذه نقدر نطور واحده. نحتاج اللي هو هذا باث 2، هذا يقول لك طورها باث 2 فاستر. ليش ايش الفرق؟ هذه افضل، هذه افضل. طور، نقدر نطور هذه؟ ما نقدر خلاص. هذه ما نقدر نطورها، لازم نشتري سنارة ثانية، الهوك ثاني. ممكن نلقى عند هذا الطيب عنده هوك 39، راح ناخذ الاثنين وب78. وعنده شغلات واجد هنا، بس ما راح نستفيد منها مرة. مثلا هذا 20 بلو برنت ما راح نبيعه مستحيل، راح نحتاجه. نعطي هذه مثلا 5، ونعطي هذا ما منه فايدة. السمك هو 73 لحم، خلينا نرفع له باللحم. كم وصلنا؟ نحتاج نوصل يلا زيادة حبة، ما هي مشكلة، ما راح تفيدنا لكن نقدر على الأقل نشتري منه شيء. نحتاج نطور هذه تبع الديدان، خلونا نطور هذه. هنا قلنا والله هذه أكثر، ليه هذه حاطينها ماكس ريسورسز؟ لحظة لحظة صندوق هنا. Use the hook matching speed، وهذه ماني عارف. يلا طور هذا، شوف كيف صار سريع. خلنا نشيل هذا، نشوف هذا ايش سوى. 5 ويس، قاعد يجيب لنا بشكل اسرع، بس نحتاج نجيبه جنبه. خلنا نشوف هذا ايش قاعد يصنع. خلاص ايرون، شبعنا ايرون. دقيقه سوى لنا قزاز. قزاز كيف وضعه عندنا؟ 24. الايرون عندنا 47. الشغله الثالثه ايش هي؟ بلوك، ما نحتاجه حاليا. تحتاج رمل القزاز. لا لا لا، ما نبي نستهلك الرمل. هذا وش يحتاج؟ رمل برضو، كله تحتاج رمل. لا هذا ما يحتاج رمل، خليه يشتغل في الحديد. الصندوق راح، هذا البايع باقي، ما في زبون جاينا او شخص جديد. طيب خلوني اجمع من الرمل هذا وارجع لكم، لانه راح ياخذ مني وقت طويل صراحه. نو وركر. اوكي جمعنا تقريبا 43 من الرمل. خلينا نلقط هذه الشغلات، لا نشيل هذه 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 هذه. أحا حي البرق، في شيء احترق. شيل 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 في طريقك. لا المزرعة، لو تلقط كذا وانت تطفي مرة واحدة ادي موية. اوكي كويس لحقنا عليه. خلونا نشوف وضع هذول ايش قلنا يحتاجون عشان التطوير. توت، اوكي راح نحتاج نزرع توت. خلونا نضغط كنترول ونمر عليهم كذا نشوف. لا تاخذ لا تاخذ، مسوي فيها مزارع انت وجهك، توكل على الله. كم عندنا الحين؟ 3 بس. هنا نحتاج نضيف السيدز، هنا نلغيها من هناك اعتقد. نحط السيدز هنا، خلي اللي يجمع سيد. لا مو هذه يا تيس، سيدز. حط السيدز هنا، نفتك من هذولاك. فخلونا نشيل هذا كله نحتاجه، فنروح نلغي السيدز من هنا علشان ما يصيرون يعبون هنا وما حد يعبي اصلا. طيب لقط الشغلات هذه، ونقدر نعمل ابجريد بس ما ادري ايش الفائده صراحه. نبدل السيد مثلا برمل، نبيهم يجمعون الرمل هنا اذا فيه رمل. اوكي هنا راح نحتاج نحط خس عندنا فل. هذا ايش اللي طوره؟ برونز. نحتاج نجيب البرونز من اللي جاء. اوه غواص، هلا والله، راح يطلبنا طلب الحين مو طبيعي. سحبناه بموية، والله سحبناه بموية. تعال تعال تعال، عندي لك وظيفة جاهزة. فارمر، اوه اوكي اوكي الفارمر جاي. لحظة لحظة لحظة، انت لازم تيجي هنا يا غواص. تعال تعال، وينك؟ هذا الغواص، حطه هنا في المكان المناسب. تعال انا ايش فيني؟ اوه جيعان انا. لحظة لحظة، ناكل ناكل، راح نشرب موية هناك. الطباخ هذا
عنده التوت، نحتاج التوت صراحة حق التطوير، راح ناخذه كل اللي عنده، 5 حبات للأسف. الساندز رخيص جدا، راح ناخذ اللي عنده كله. ايش بعد عنده؟ سمك. الكتاب هذا راح نحتاجه في تطويره والله، بس ما ادري وش هي، لا نسيتها، خليها بعدين. هذه نقدر نصنعها. كم كذا؟ 50 تقريبا. عندنا الهوك، مستحيل اعطيك. نقدر نطور فيه الهوك، نسيت، خلنا نروح نطور فيه. عندنا ايرون كثير، راح نعطيه نوصله 55، باقي له حبة واحدة. رقم واحد، اي شيء رقم واحد. سمك عندنا واجد، ونقدر نسوي قدام نصيد سمك، الحين بوريكم كيف. اعتقد كذا جدا كويس، اخذنا من التوت واخذنا من الشغلات هذه، ونقول لا توكل على الله. نيجي نطور هذه اللي فيها الغواص، شوف هذه نطورها هنا بالهوك. كانت ابجريد، ات واز ابجريد وذ سمثينج ايلس. ما تقدر تستخدم التطوير الثاني. خلينا نشيل الرمل منه، ونشيل الرمل من هنا. كويس، نحتاج احد يشتغل هنا، ما في احد يشتغل صح. الف، اوكي الف هنا موجود الاول خوينا هذا. نحتاج الف نستفيد منه في شغله ثانيه، لان عنده ذكاء وحنا رامينا هنا صراحه، فنحتاجه. خلونا نشيل هذه نحط، ما عندنا، افا ما عندنا، خلص الفحم. خلونا نشيل الخس، ما عاد في خس هنا. حط حبه هنا وشيل اول، ونيجي هنا نطبخ زياده عشان يستفيدون شوي ربعنا منه. ونيجي هنا نحط لهم الاكل عشان ياكلون. خلينا نشيل هذه ونشرب مويه، احنا عطشانين للاسف، ما احنا قاعدين نهتم بنفسنا صراحه، شايلين هم اللي عندنا الناس. اوكي الخشب يعطيك 4، فهذا جدا كويس. خلونا نفك تطويره كذا على السريع واحنا نشتغل، عشان ما راح تتخلص لانها راح تاخذ وقت مننا، راح نطور هذه. يلا اشتغل 60 ثانيه. طبعا من الاعدادات تقدر تعدلها، ترفع السرعه والسوالف هذه، لكن انا والله ما حبيت احوس فيها. اجيب العيد، هذه تتطور، وش تطويرتها؟ كانفاس، هذه تزيد الهابينس تبعهم، ما هي مشكله. خلونا نلقط الشغلات اللي هنا، وارد عندنا بشكل كويس، صرنا نزرع بشكل كبير، راح نخلي المزرعه اكبر. هذول قاعدين يلقطون السماد كله، انا ماني قادر ازرع، شوف. طيب قلنا احنا شرينا توت، خلنا نطور هذه، تحتاج 4 يا الهي، وهنا 4، وهنا يا ربي باقي 5. كويس نعطيها تطويره. كم التطويره الثانيه؟ نحتاج هذه نفس ال 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 شو يسمونها حقت البحر، هذه زي الاعشاب كذا، نفس ال، يا الله ناسي. اوه هذا مصاب، تعال تعال تعال، ما في علاج. اي نقدر نحط لك علاج. اوكي التطويره فتحت عندنا، راح نحط له علاج زياده هنا عشان يتعالجون، ونبدا نكمل شغلتنا هنا. جيب الخضار، خضار جيب المزرعه، طق لك مزرعه هنا، وطق لك مزرعه هنا. صار عندنا، اوكي لا 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 مو كذا مو كذا، تستهبل. حط لك مزرعه هنا، ونجي نكمل من الجهه الثانيه. بيصير عندنا اكتفاء من ناحيه الاكل، وتصير امورنا طيبه. انا اشوف هنا كملناها، البايع راح ذاك. انا اسوي هنا وبرضو واحدة هنا، هل بيكفي؟ ان شاء الله بيكفي. ساند وخشب عندنا واجد، فنجيب هنا. خلاص الحين راح نختار شغلات نوزع على هذه. مثلا نبي هنا لحم، عندنا واجد. الخس عندنا تقريبا، راح نحتاج هذه وشي اول واحدة، اول شي هنا قصب، راح نحط من القصب هنا مثلا. وهنا راح نختار من القمح، نحتاجه اعتقد بشكل كبير، وخلي الاخيرة قمح. وهنا بالوسط اوه في قهوة نقدر نفتحها. طيب توت، توت نحتاج توت، وهنا برضو توت لانه ما عندنا منه كثير صراحة. وهنا خلنا نحط سيت، ما في سيت، اوكي خلص السيتز اللي عندنا. راح نحط، حطينا قمح وحطينا هذه، راح نحط من هذه الهيربس، حط هيربس بعدين راح نعدل عليها عادي اي وقت. خلنا نشوف هل هم يعبون هذه.
ما هم قاعدين يعبون السيت، قاعدين يستهلكونه على طول. خلونا نطل احنا بنفسنا. اوكي قاعدين ينتجون وذولا قاعدين يشيلون. شيل شيل، ما شلتها. شيل هنا، ايش فيه؟ ما فول باقي. طيب خلها، راح يزرعونها الان. هم يسوونها، يسوون كل شيء. في صندوق جاي، سمكة ذهبية، شيء في صندوق هناك جاي. اوكي خلصنا المزرعة الان تقريبا، نبغى نشوف التطوير احنا. هذا اسحب عليه، قول له نو، توكل على الله. يبي 15 سيد، يشوف الاشياء اللي ناقصتك متورط فيها، يروح يطلبها منك. فالموية عندنا كويسة، قاعدين نشرب. هذا ما تعالج الغبي، حاط لكم علاج هناك. تعال تعال تعال، ابيكم تصنعون علاجات. تعال، بما ان احنا سوينا مزرعة تنتج لنا الشغلات هذه، ابي احد من اللي ماسك المطبخ اصلا. في واحد جايني unknown. اوكي في واحد جاي، خلنا نشوف مين ماسك المطبخ. المفروض ان هذا التيس ماسك المطبخ، بس لا لا ما هو ماسك. اوكي ما هو ماسك، قاعد يفرفر. اسحب عليه، نجيب هذا حق الاكل. تعال اشتغل هنا يا طيب، اللي عنده ميزة هذا يمكن يفيدنا في الاكل، ما ادري صراحة، ممكن فيه منا فايدة. خلونا نشوف هذا ايش عنده. سنارة، جلاسز، بلو برينت. بلو برينت حلوة وراح تفيدنا، لكن عندنا ثنتين راح نستخدمها اول شيء، بعدين نشوف الشغلات الثانية. جلاس ما راح نحتاج الشغلات اللي عنده، خلونا نقول له توكل على الله. يلا حرك. طيب خلصنا المزرعة، نحتاج التطويرات اللي سويناها، نحتاج نفك الشغلة اللي تطلع لنا الوارم، الأكل الدجاج والسوالف هذه. فهذه هنا عندنا، الحمد لله عندنا قمح نقدر نطور. هذه راح نحتاج الريش فيها، طفاية كويس ان احنا احتفظنا بالريش. وهذه مثل البيت، اعتقد انه يحفظ الحيوانات وتطعمهم وكل شيء عن طريقه، اعتقد كذا. راح نجربها ونستكشفها مع بعض. خلونا نطور هذه لانها مطلوبة مننا كتاسك. عبي وشيل اللي موجود، نشوف المزرعة وش وضعها. اوكي هنا بدأ يمتلي، حط السيت، في سيت. اوكي السيت موجود، كيف وضع السيت هنا؟ اوكي في انتاج كويس. شيل كويس، ما تلقفوا شالوا ولا قد شالوا وخلصوا، لانه المفروض يكون مليان. خلينا نشوف التطوير، تقلنا صح. نحتاج هذه الاعشاب، نعبي هذه. خلص خلص كويس، قاعدين نزرع بشكل كويس. نقدر نركب السقايات او رشاشات المويه، لكن مش الان، ما راح تفيدنا واجد. اذا صرنا مره يعني عددنا كويس وفزقانين، نقدر نسوي حقة الاعشاب هذه، نقدر ناخذها. فالانتاج الاكل عندي جدا ممتاز. تعال نحتاج نعبي لهم اكل هنا. الاكل عندنا يعني تقريبا شبه انه صفر. هذه شالوها كويس، حط مره ثانيه. خلينا نشوف هنا في شيء يحطونه. الرمل موجود بشكل كويس، شيله. شيل اللحم، شيل الخس. اوكي راح نشيل المزرعة هذه، بعدين ننقل كل شيء هناك مرة واحدة. فخلونا نطبخ هنا بعد، نحط لهم. خلاص قاموا يشيلون، شيل اللي هنا وحط لهم اكل هنا، خلهم ياكلون. طيب ايش في شيء جاي؟ ما في اي شيء جاي. السمك الذهبي صاير قليل، انت ليه ما انت قاعد تتعالج؟ هات خلني اطبخ انا. نحتاج هذه، والوتر مضبوط. سوينا مزرعة الدود، خلنا نشوف هذا اللي جاي وش هو. لازم نصنع علاجات برضو زيادة. شيل الحديد. هذا قاعد يجيب الفحم هنا، نحتاج علاج. تصدقون عنده علاج هذا، بس مكلف، اقدر انا اسويه، ليش اشتريه؟ خلنا نرجع نسويه. كويس لقيت هذا قاعد يطبخ، وهذا شيء جدا كويس، قاعد يسوي العلاج. ان شاء الله انا احطه في السرير هناك ما يرميه. اشوف هذا كويس، قاعد يطبخ بشكل سريع. نعبي، خلونا ندخل على الريسيرش. خلصنا سالفة الدود، طلع لنا هذه هاي ميكرز. هذه خليك تصنع الشعير اعتقد، من القمح او شيء زي كذا، ما ادري صراحة. لكن في هذه برضو، وهنا هذه راح تفيدنا. هذه اهم شيء، كويس عندي بلو برنت، نقدر نصنع الشغلات هذه. افتح يا مدير،
الظاهر 4 دقائق تحتاج، ممكن اعتقد اللي 240 ثانية اعتقد انها 4 دقائق راح تاخذ مننا، لكن ما هي مشكلة اذا بتفيدنا فهذا شيء جدا كويس. خلونا نوسع المنطقة هذه بما انها ضيقة هنا، نجي هنا ما نقدر نوسع، فمعناتها ما منا فايدة. انا اكتشفت انه في غواصة تحت وشغلات واجد، ما ادري اذا قلتها من قبل، لكن ما ادري كيف راح نوصلها او كيف ايش الفايدة منها، راح نستكشف بعدين. هذا باقي يسوي ريسيرش. الاكل نحتاج اكل بشكل مو طبيعي، هذا تطويرتها قلنا برونز. او اوكي راح نفك هذه بعد شوي ونستفيد من البرونز، نسوي البرونز ذا في صندوق هناك، خلوني اخذه ونحول الغواصين هذول كلهم صيادين، مثلا يجيبون لنا سمك يكون افضل، نصير نعتمد على السمك افضل من ان قاعد ناكل خس. الخس يطول شغلته شغله، وما هم قاعدين يطبخونه، ما هم قاعدين يطبخون الخس بشكل يعني كويس. خلونا نبدل هذا، نقول له جمع لنا سمك، وهذا شيل كل شيء عنده، برضو شيل هذا، نقول له حول سمك، خلاص أبيك تصيد لنا سمك، ونحط له صندوق هنا، نحط له صندوق هنا، ونقول له يا طويل العمر جيب لنا سمك هنا، خلاص خليه يعبي سمك عشان ما يمتلي، نحط الثانية برضو سمك، خلاص كذا عندنا خزانين سمك هنا. اوكي زي ما تشوفون فتحنا كل شيء، وجونا الطيور هذولاك مرة ثانية، ما ندري ايش نسوي معهم صراحة. هذا ليش تعبان؟ خلنا نشوف شو وضعه، محتاج اكل، اكل ما في، ما حولنا هذه. لحظة اسفين اسفين طال عمرك، هل تطبخ لهم سمك؟ لا هذه غلط، كنسل، تشيل هذه. وش تطير؟ اول مرة يجي هذه، نحط فيها كذا، نشيل الشغلات. هل نقدر نمسك؟ لا ابدأ انا اتكلم، شيل هذه وحط برضو، وشيل هذه وحط برضو، وخلونا نشوف هذول ايش سالفتهم، نقدر عليهم ولا لا. السمك كثر هنا تلاحظون بعد ما حطيت صيادين. تعال اضغط على ذولا، عندي هنا يقول لي سو هذه، ما ابي اسويها، ابي اخلص من ذولا الحين. فيد ذم، ما عندي، خلنا ناخذ فره ونرجع لهم نزرع، نسوي هذه حقت الدود يمكن نستفيد، لان احنا سحبنا عليهم، نحتاج مكان اكبر صراحه. خلونا نشيل هذه الشغلات اللي هنا، نشيل هذه، نشيل هذه. الحلو انك تقدر تكنسل هذه وتاخذ الموارد حقتها اللي فيها الشغلات، تاخذ السيدز، تاخذ كل شيء. فهنا راح نزرع هذه، نسويها، نحط واحده هنا وهنا واحده. هل نقدر نطورها؟ ما في تطويره صراحه. اوه شت، تحتاج مننا الاكل ذا، لا يا شيخ ما اتفقنا كذا، هذا مكلف يعتبر. هنشوف نقدر نلف، بس عندنا ثنتين وتاخذ وقت. اوكي خلوها تنتج لنا، وهذه تنتج سمك، سمك هذه ايش الفايدة منها؟ خلنا نحط واحدة هنا نشوف. Not enough ice، نحتاج ايس. اوكي شو كم عندنا ايس؟ ما عندنا ايس، عندنا هذاك اللي يطبخ ايس ما سويناه. لحظة، هذا عندنا علاجات فل، خليناهم يطبخون علاجات. هنا لازم نحولها، هذه سمك نسينا نحولها، علشان نحط لهم أكل، نشيل الأكل اللي هنا ونحط لهم هذه، ونحط لهم سمك. خلاص الحين صار اعتمادنا على السمك بدال الخس، نحط لهم أكل هنا، عالجنا مشكلة الأكل. الحين نحتاج، خلنا نشيل هذه الشغلات اللي هنا نحتاجها صراحة، جيبها، ما في صندوق جاي شيء، يا أحد جايني صراحة، دخت والله دخت. خلنا نحط علاج هنا، في ناس مصابين عندنا، حط العلاجات هنا، 5 علاجات. اوه شوف المزرعة ما شاء الله، تعال لقط 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 لقط، تعال تعال شوفوا كيف الانتاج.
عندنا الحين زراعة وعندنا كل شيء. هذه نقدر نشيلها، ما نقدر نشيلها، هذه نقدر نشيلها، وهنا نقدر نشيلها. انت توكل على الله، ما حد فضيلك. سيدز عندي، نقدر نحط هنا سيدز، نعبي سيدز. عندنا توفار يقول هذول قاعدين يزرعون جدا كويسين. خلص خلص السيدز اللي عندنا، حطينا كمية كويسة. نبغى نسوي هذاك اللي خلنا نشيل اللي هنا كويس. فيه سيدز، فيه مصابين اثنين صراحة. اللي صدمني هذا يحتاج اكل صراحة، اللي هو حق الديدان، انك لازم تحط اكل فتخسر اكل عشان هذا. لا تشيل الدود، لا تتدخل. اوه انت جت لي اربعة، شي جدا كويس. لا تصيح لا تصيح، ما تفضيلك. شيل. اوه هنا كم حطيت انا؟ حطيت اربعة. يلا حط اربعة خليها ينتج لي. طيب خلونا نشوف هذه تأكلهم ولا لا. وش قلنا عنها؟ الديدان. ايوه نقدر نسوي له فيد هنا. اعطاني بيضة وراح. استهبل. chicken you are now standard with this flightless bird. طيب نرميها في العشة يعني ولا شو السالفة؟ خلونا نشوف نقدر نرميها في العشة هذه. والله يعني فأعطاني شغلة حلوة بس ممكن تفيدني. ممكن خلنا نحط الدجاجة. حطينا، صار عندنا ثلاث دجاجات. حركات. المشكلة المكان هذا ما يتوسع، ولا ودي أروح زيادة ورا أشغل نفسي كل شوي مكان أكبر من الثاني وحوسة. وش وضع الأكل معكم؟ في إنتاج كويس؟ الصيادين وش صار معهم؟ خلونا نشوف. هذا ايش قاعد يطبخ؟ يطبخ علاجات، شيء جدا كويس. ونحط لهم سمك زيادة هنا. السمك شيء كويس انك تقدر تستفيد منه. هذا ما هو قاعد يحط لي سمك، قاعد يعبي هنا وما ادري وين يوديها صراحة. اوكي خلونا نوجه للجهة الثانية نشوف. جيب جيب هذه وحط له خس هنا. طيب قلنا نحتاج ماكينة او الطاولة اللي نسوي فيها ايس، هذه نحتاج نسويها لازم. بس خلونا نخلص. اوه هذه عندي وهذه عندي هنا، نقدر نسويها. 30 ايرون وخشب، نقدر نسوي سب مارين. راح نجربها هذه، يا غواصة يا ما ادري وش صراحة. راح نجربها والله ما ادري وش صراحة. المفروض انها فرن يعني. وهذا يحتاج مننا، هذه شلون نجيب هالكوست هذه؟ خلينا نشوف نحط. ما نقدر. ماينرال، وش الماينرال هذه؟ لحظة في شغلة انا سحبت عليها، هذه ما حطيناها صح؟ الميل سحبنا على ابوها صح؟ او انه هناك. لحظة والله ما سويتها. لحظة لحظة، هذه ما سويناها. المفروض ان نحطها هنا. ليه ما تنحط؟ نحطها هنا. ايوه هذه تسوي لنا الاويل، او هذا او هذا. خلونا نسوي هذا في البدايه، طقها كذا. لازم انا اسوي جرند. ايه ليلك طويل. خلونا ناخذ كم حبه، اتوقع راح نحتاجها في تطويره قدام. فنسوي كم حبه مره واحده ونرفع زياده. اوكي كذا تقريبا اكتفينا. راح ناخذ تنتين هذه، لكن نحتاج نوظف شخص فيها. المزارع هذا ما هو قاعد يسوي شيء صراحة. going to cook house، قاعد يطبخ او انه رايح على ايوه رايح يسوي العلاجات. فكويس قاعد ياخذ الزرع ويسوي، مع انه المفروض اني احطه هنا. خلاص خليه هو اللي ينتج لنا هذه. اعطها شوي، باقي شوي. خلاص شيل هذه. كم حبة عندنا؟ خمسة. إنف مبدئيا. نحتاج أكل، وضعنا سيء. خلونا نقطف هذه قبل لا ياخذونها. نقطف الشغلات. الطيور قامت تزيد عندي هنا، ايش السالفة؟ هذه ما خلص. وش تبي جيعان؟ ما عليه راح اضبطك الحين، وانا بعد جيعان والله منتهي. خلونا نشوف الأكل وش وضعه. وش وضعكم يا عالم؟ انا بجهز لكم كل شيء، ما انتوا قاعدين تشتغلون. حط هذه حط هذه حط هذه حط، يعني لازم انا اطبخ لك؟
فيه واحدة جتنا ما أعتقد إن منها فائدة، بايع جاينا هناك لازم نروح نشوفها، بس نبي الصندوق هذا أهم من أي شيء. أوكي نشيل الصندوق، جيعان أنا حدي صراحة. خلونا نشيل هذه، نشيل هذه عشان ناكل على الطاولة هذه مرة واحدة. وهذه نقدر نطورها، قلنا البرونز لازم نطور هذيك، انساها انا قاعد. لا تاكل وخر، خلني اكل انا. ايوه خلني اكل انا، اهم منك لاني انا بشتغل على كل شيء. جالس تتسحب مع وجهك والله، طلع الاكل ما يفيد مره. عب 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 بعد زياده. ان شاء الله نسوي فرن او شغله تفيدنا اكبر. خلنا نحط لهم اكل هنا، المفروض انتم تشتغلون على الاكل، ولكن يلا مو مشكلة. خلينا نشوف البايع اللي هناك ايش يسوي. هنا هل عبى؟ ما هو قاعد يعبي الثور. الشاطر يشخر بس. بلو برنت، لا 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 ما منه فايدة، اسحب عليه. طيب هذول ما يحتاجون تطوير. نحتاج سمك ذهبي صراحة، وهذا زي ما انتم شايفين قاعد. خلنا نشيل هذه ونحط خشب، نيجي نعبي السمك. وهذا ان شاء الله هم راح يصفون هناك. خلنا نشيل هذه عشان نوسع مجال. تعالوا خذوا اكل، خذوا اكل. لا مو هنا، نحط هذه. طيب هذه خلاص اعتقد الادويه سوينا ادويه عدد كويس. نحتاج نقلبها شغله مثل السمك، وهذه هذه نحتاج نعملها للدجاج يعطينا بيض، بس ايش الفائده ما ادري. حول على هذه خلاص، خليهم يشتغلون على هذه. عب هذه وعب هذه وعب هذه. اوكي خلينا نشوف الانتاج هنا كويس، نزيده. الدود ظهر بشكل كويس، عندنا كميه كبيره الحين. ما راح ننتج لين نحتاجه بعدين. اوكي خلونا نسوي الشغله الثانيه اللي هي نحتاجها صراحه. اذا نقدر نوسع اول شيء مجال هنا، الدنيا بدات تضيق علينا. لا ورا ما يصلح، هناك ممكن. لا لا هنا، هنا في مجال، ليش تروح هناك؟ تعال نحتاج الطاولة اللي نسوي فيها المشروبات. مش هنا ولا هنا، لا 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 المفروض انها هنا. لا هذه نحتاج نعمل هذه، بس ما عندنا المجوهرات هذه. كيف نجيبها وتنتج مجوهرات وتنتج لك برونز، تنتج لك، طلع لك روبوت هنا فوق، كيف ما ادري صراحه. هذه قاعده تولع من اول، يبونا نسويها. سويت غواصه، كيف كذا؟ يعني مثل ما توقعت. توكل على الله، هذه راح تنفعنا اتوقع. دقيقة دقيقة خلونا نخلص الشغلات الثانية. هنا ما في شيء، هذه نحتاجها. بس أنا مضيع حقة الآيس، ليكم ما طورتها. أيوة ياخذ ثوارة 1000. تعال تعال هنا، حط البار هنا. اصنع يلا، ما في تطوير. يلا انا اصنع بنفسي عشان اخلص. اوكي سوينا 8 ايس، هذا شيء جدا كويس عشان نعمل الشغله اللي قلنا عليها. وينها الحين؟ دور الحين. وفي شغلات هنا، بارتي كيوب، الفزاعه هذه اللي ما تدري منها فايده ولا لا. لكن وين الشغله اللي نبي نسويها؟ خل السور هذه، وش هي؟ ما قد جيناها. بيلد وركشوب ريسيرش، لازم نسوي ريسيرش. هذه لسه ما منها فايده، صاير اضيع انا، صاير اضيع. وين هي وين هي وين هي وين هي وين هي وين هي؟ المفروض انها هنا، المفروض انها مع الدجاج. ايوه هذه اعتقد انها لو نحطها هنا تصيد لنا كل، او تعطينا كل 3 سمكات واحدة جولد فيش،
وهنا كل جولد فيش يعطينا 20 سمكة. السلمون هذا انسى الموضوع، ما عندنا اي شيء. فخلنا نشوف نعطيه، ما عندنا سمك. فجأة خلص السمك، الله ياخذ بليسك. لازم بطريق، يا ليل الفلسفة، معناته لازم نصيد البطريق ذا كله، نشوف له صرفة. انت وين قاعد تودي السمك؟ هل انت تطبخه؟ نبي نجرب الغواصة، ولا خليها المقطع الجاي. اوه عنده، شوفوا كم عنده، نبي ناخذها كلها مثلا. 100، كم يبي لها؟ 290، هو اللي شت، يبي لي ابيع كل شيء عندي. طيب علاجات اقدر اصنعها، خلونا نعطيه 2. الهوك احتاجه صراحة، بس حاليا ممكن ما اقدر اشتري اي وقت يعني. هذه راح احتاجها. طيب اللحم خلنا نقول نعطيه 30%، ولو نعطيه 60 راح يكون 200، صح؟ لا والله 160، انا نسيت اني ضايف معه شغلة ثانية. طيب الهوك راح اضحي فيه اعتقد، اضحي بالعلاج لاني اقدر اسوي، الهوك ما اقدر اسوي، العلاج نقدر نسوي. تكفى قول لي تكفي، باقي شوي. لو نعطيه الهوك بالملي، يلا شيل، خلونا نروح نسوي هذه، ابتلشنا فيها ما قدرنا نسويها. لحظة، والله انجزنا شغلات كثير، خلونا نجيبها. هذه احتاجها، نزلت الغواصة، ارجع، لا يكون تكلفني شيء. خلونا نجمع مرة واحدة دامنا هنا، ماين، اقدر اطلع من هنا. بس كيف الاكسجين حقي؟ كيف اعرف الاكسجين؟ والله جالس اجمع، اقدر ابيعها مع اني شريتها من هذاك. هل في شيء ثاني اقدر اخذه؟ في زي الالماس هناك، هذه وشي؟ هذا القرش، لا يرحم والديك. نجمة، تعال شيلها، تاكلني؟ لا ما ياكل. هذه الشغلات ما نستفيد منها، بس يعني نسوي مايننج. انا قايل لكم في قرش فيه. شو هذه السمكه؟ تعالي، ما نقدر نطلع اندر ووتر. هذا ايش يقول؟ شورت كت، ما علينا منه، خلونا نسوي مايننج دام ما عندنا شيء. والله ليتني جمعتها هنا بدل ما شريتها فوق. تيك اول. انا صراحه كنت ابي اختار الفرن هذاك اللي يسوي البرونز وكذا، لكن بالغلط ضغطت على الغواصه، وحلو اني ضغطت استكشفت مره واحده، ما تاخرت. فيس خلونا نجمع اكبر عدد نقدر، نشوف متى نقدر نغرق. اتوقع ما في، ما تغرق. خلونا نفتح هذه، قاعده تولع عندي، ايش السالفه؟ كملتها، هذه المشن، الشغلات اللي كملت اسحب عليه، خليه يكمل. جمع، والله رهيبه الغواصه. ما توقعت كذا، بس اتمنى في شغلات ثانيه يعني، مو بس كذا. هذه وشو هنا؟ هذا بس يعطيك الشغلات اللي سويتها. طب خلنا نجمع اللي اخذناه ونطلع ستوب، خلاص اعتقد كذا اكتفينا. خلنا نقفل هذه. الشغلات الثانيه اللي هنا يمكن لها طريقه، يمكن لها طريقه او شغله ثانيه تيجي تاخذ منها الشغلات. انا هذه توقعت الذهب لما شفته من اول، لكن طلع ما منه فايده. القرش برضو ما منه فايده، ولا نقدر نطلع من الحدود هذه. ممكن يكون في تحديث شيء، ما ادري. فيه نور اشوفها نازل من هنا، خلونا نجرب هذه. هذه فود اويل، وركشوب. لازم نسوي شغلات واجد يمكن عشان نفتح هذه. اوكي، هذه وشي؟ باور ستورج. وهذا وشو؟ ميجا دريل، يطلع لنا شغلات. مين دريل؟ هذا ميجا دريل، اكبر اغلى. زين احنا شرينا الشغلات هذه. هذا توربين، وش يسوي هذا؟ خلنا نسويه هنا. هذا ايش يسوي؟ يعطي باور للشغلات هذه. ها خلونا نحط هذه هنا. يا ساتر، خذينا الميجا الصغير هذا، ايش نبي فيه؟ يعطيك هذا الحجر بس، هذا يعطيك 3 شغلات.
هذا after 20 drill wears out after وشو ينتهي يعني؟ خلونا نجرب هذا وش يطلع لنا. راو مينرال وش هذه؟ كوبر كول فحم. لا نبيها كوبر. واو هذا حق الباور لون زيده. هذا وشو؟ ستور باور اد اديشنال وان. وش هذا؟ هذا يخزن باور يعني. خلونا نجربه هنا. حطه هنا. حط ايوه. هذا شو يسوي؟ ما ادري صراحه يمكن استفيد منه. هذا يعبي شيء. هذا وش يطور؟ وش هذا؟ اه صار عندي باور هنا. هل استفيد منها فوق هذه ولا تحت هنا في البحر؟ نو باور. ليه؟ شوف اشتغل، يوقف الباور ويشتغل. خلونا نعطي من حق الباور هذا. وينه؟ والله سحبنا على العالم فوق. اسحب على هذه، نحط توربين ثاني ونحط توربين بعد. كم سعره هو؟ 5 يكلف، ما هو بشيء. حط ثاني وحط اح. تالي تالي راحت راحت، ما تقدر تسوي له شيء اعتقد. هذه كيف وضعها الحين؟ كيف تطويره؟ لازم تسوي له ريسيرش. المفروض الباور وضعه كويس، هذا ما هو قاعد يسوي شيء. لازم نطور الشغلات هذه. اوكي خلينا نشيل من هذا، ممكن نقدر نسويه به اللي هو برونز. خلونا نروح على البرونز، نجي هنا ونشوف ايش اللي يطلب البرونز. برونز ايوه البرونز، عشان نطور افراننا نحتاج هذا يصنع لنا الفرن. الفرن بيسوي لنا هذا الفرن، ما سوينا الريفاينري. خلاص جمعنا. شيل شيل هذا. وش تطويرته؟ برونز 50 برونز. اوكي اوكي الكهرباء وضعه كويس. خلونا نشيل ونطلع فوق. هذه نشوف لها بعدين اذا هي فوق تركب صح ولا تحت البحر. نرجع هنا. وش هذا؟ نغير اللون. حركات شو اح. لا 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 هذه تستهلك يعني شغلات. شو يبي لك من الاصفر هذا؟ ايه اسحب عليها، نبي نطلع. يلا طلعنا فوق. خلونا نشوف الشغلات هذيك اختفت. اي ما عادت في، معناتها صح شغلنا تحت البحر. طباخ يا هلا ومرحبا. give me time يبي سيت. طباخ يا اخي ايش المقطع ذا اللي كل شيء سويناه؟ والله ابداع. خلونا نروح نشيل. نحتاج اكل، المويه عندنا كويسه. نحتاج نشيل من هذا. تعال لقط لقط لقط، خلي عشان نستفيد مره واحده لا يضيعون الشغلات، او ممكن الطيور تاكلها ما ادري صراحه. خلينا نجمع الشغلات هذه نحفظها عندي في الشنطه. الشيء الكويس الانفنتري عندك مهما تفلل ما عندك مشكله. صار عندي كهرب هنا وصار عندي هنا وفيات. كان في ناس قاعده تموت. نشوف ما هم عبين شيء الفاشلين. خلونا نروح نعطي هذاك ونروح ناكل احنا عشان لا نموت. خلونا ناكل هنا. ايش فيه؟ ابي فحم. واحد يطبخ يا ناس. نبي الطباخ. صح صح بنجيب الطباخ لحظة. ابي هنا ابي هنا. ما عندنا. ايش الوضع اللي قلب فجأة كذا زفت؟ تونا فرحانين. خلونا نسوي هذه صح. وينها وينها؟ مش الغواصة. هنا الريفاينري هذه نحتاجها نحتاجها. الوجهة كذا ولا وجهة كذا؟ هلا بك يا طيب، تعال تعال نبي اوه نقدر نسوي هذه كويس. الراديو نقدر نصلح راديو بقطعها هذه. الهوك شوفوا متطلبات الهوك. احنا اوه هذا الروبوت، هذه برضو مكلفة، هذه يعني عادية. خلونا نسوي برونز ونعطيه. يلا يلا سوينا برونز، خلنا نطور الافران. هذا وش يبيع اللي هنا؟ اوه انا جيعان. لحظة لحظة افتح الشنطة. سحبت على الاكل من الحماس. شيل شيل. تعال يخرب بيتك. طيب معناتها في سفينة لازم نسويها هنا عشان ننقذ هذيك. في شغلة لما تروح لهناك يقول لك تحتاج انك تصلح السفينة هذه او تشوف لها حل. نسينا خوينا الطباخ. تعال تعال تعال. يس شيل تعال. وعلى طول نحطك هنا. نحتاج موية نشرب، لازم نشرب. هذا ما ادري من الطبخ ولا قاعد يحترق هذا. اوكي شيل الفحم، جيب الفحم، حط فحم هنا، حط سمك. خلص السمك فجأة. إن شاء الله الصيادين ما قصروا. تعال تعال. إيش بغينا نسوي؟ قاعدين يأكلون كويس كويس.
شيل البرونز. نحتاج سمك. الحين صار عندنا أزمة ثانية، أزمة أكل. أوكي كفو، هذول قاعدين يعبون فجدا كويس. تعال تعال نسينا الموية، إحنا نبي نشرب موية. تعال تعال اشرب اشرب اشرب، فولنا موية زي اللهب. تعال تعال خلنا نشوف هذا كم يتطور. هذا 3 برونز، كم عندنا؟ 2. يا الله وين ما تعدل حاجة تخرب حاجة. هذا ايش قاعد تسوي؟ عطنا عطنا جولد فيش. اوكي عندنا سمك كويس، وهذا ما عاد عندنا، نحتاج نجمع. باقي لنا 2، نروح نجيب. خلونا ننزل نشوف هذا كم جمع الحين. 15، والله انك بطل. كم انت التطوير حقه؟ 50. ما عليه راح نرجع لك. كويس الغواصة ما تكلفك شيء، تنزل تعبي وترجع. تعال تعال خذ خذ خذ. كم تطويره هذا؟ موتور، يبي له موتور. هذا مو نجيب له موتور الحين. شغالين على السمك جدا كويسين انتو. خلونا نطور هذه واحدة. يا هلابي طور هذه. كيف نوت انف؟ 3 برونز. اوه عندي واحدة ما طبخت الباقي. لحظة لحظة لحظة، راح اجيك راح اجيك، اصبر علي اصبر علي. هذا لازم هذا، اسحب 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 اللي هنا. لازم نسينا، لازم بطريق. طيب عندي الحين كم؟ 2، باقي لي واحدة. خلنا نطقها واحدة بعد هنا. لازم نوظف واحد هنا يطبخ. تعال دامك فاضي تعال اطبخ، الله لا يهينك. سوي لنا الفضة. خلنا نشوف هذا اللي جانا. والله طول المقطع هذا مرة، لكن يستاهل. ما ادري اقسمه 2 ولا اخليه الرسب. هذا عندنا لا 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 لا، سمك مطبوخ. خلونا نشوف كم تسوى هذه اللي جمعناها. 2 والبرونز 2. ليه كذا رخيص؟ المفروض نبيعه بغالي. طيب مو مشكلة، خلونا نشوف هذا عبى شيء هنا. حطيت السمك حقي كله هنا. جب 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 جب، خلنا نروح نطبخ على الفران الحين تطورت. وين وين هذا؟ حط له بعد هنا، خليه يطبخ زيادة. خلونا نجرب الفرن بعد التطوير. باقي بيه تطوير، خلاص ماكس كذا ماكس. ونطقه هنا ونطقه هنا ونسوي له أبجريد. هل فرق؟ نحتاج فحم زيادة. ما هو قاعد ينتج. انت مكسور شو اسوي لك؟ روح دبر نفسك. ما في علاج هنا؟ الظاهر بعنا العلاجات حنا بعد. هذول قاعدين يطبخون الاكل. اح لا 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 لا، تعال تعال تعال. المفروض اني ما حطيت. شيل 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 شيل، خلاص حنا في ازمة اكل. تقول لي قفل الشنطة. هذه صارت اسرع. تحتاج فحم اكثر. هذا كم تطويرته؟ فل. اوهو شغلانة. شيل هذا شيل هذا، تيك اول وطقة واحدة كذا. ما احنا قاعدين نستفيد منه مرة الصراحة هذا، لكن خلونا نستفيد من هذا. صار يطبخ بشكل اسرع. نشيل وعطى 2 فحم، اعطانا كويس. وعب سمك وعب هذا. فالمفروض انه هذا خلاص يعني يصيرون يعبونه، قاعدين ياكلون. هذا اللي شاطرين فيه انتو، بس تاكلون. احتاج فحم. اعتقد هنا راح انهي المقطع. وما قصرنا صراحه، سوينا كل شيء، فتحنا غواصه فتحنا الدنيا. شغلات بسيطه، في سمكه ذهبيه قزيتها جايه من هنا. خلوني اصيدها وننهي المقطع هنا. شاكر لكم، فمان الله.